قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله عز وجل: ابن آدم، أي يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي. والمراد من التفرغ للعبادة إيثارها على حظوظ الدنيا والإتيان بما أمر به منها، فلا تلهيه عن ذكر الله، لأنه لا يفعل إلا العبادة، بل لا ينشغل عن ربه، فيكون في كل أحواله وأعماله في طاعته، فلا تلهيه تجارة أو بيع عن ذكر الله وفرائضه. ثم بين سبحانه وتعالى ما يعطيه لفاعل ذلك: أملأ صدرك غنى. والمراد بالغنى غنى النفس والرضا بما قسمه الله، ويحصل في قلبه قناعة تامة. وأسد فقرك، والمراد أنه لا يبقى للفقر ضرر، بل يغنيه الله في نفسه ويبارك له في القليل من ماله. وإلا تفعل، يعني وإن لم تفعل ما أمرتك به من التفرغ للطاعة والعبادة، وآثرت الدنيا على الآخرة، ملأت صدرك شغلا، أي كثرت شغلك بالدنيا، فظللت منشغلا بغير العبادة، مقبلا على الدنيا وأعمالها وأشغالها، ولا يزال قلبك غير راض. ولم أسد فقرك، فتنزع البركة من مالك، ويبقى القلب متلهفا على الدنيا غير بالغ منها أمله، فيحرمك الله من ثوابه وفضله، وتزيد تعبا في الدنيا دون شعور بالغنى.